بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. أسأل الله العظيم كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الفردوس الأعلى في الجنة ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك القادر عليه. خلينا نخش النهاردة يا جماعة نتكلم عن تأثيرات المساج أو المساجين إتكيلاري. مساجين إتكيلاري، طبعا الكلام اللي أنا بقوله كله هقوله بالتركي، يعني أنا المقالة اللي احنا بنقولها لكم دي هي بالتركي، الخلاصة بتاعتها بالتركي، هقولها بالتركي بعدين أخش بالترجمة على طول. فأنا عشان أنا قدام اللابتوب حتى، ويعني المعلومات متجمعة فيه بشكل مباشر بنعرضها عليكم بشكل مستمر. كاز سكيلت سيستمي سينير سيستمي كارديو فاسكولار سيستمي أورماك أوزاري شيشيتلي يابلار özelindeki bazı temel fizyolojik, mekanik ve psikolojik etkiler vardır. Yani böyle ki nüluy tesirat nefsiye ve mekanikiye ve fizyolojiye esasiye ala a'da'ı cismi el muhtelife el cihaz el kalbi el va'ai والجهاز العصبي والجهاز العضلي الهيكلي. ده كده بشكل مختصر. تعالوا نمسك نقطة نقطة بقى، اللي هو التأثيرات الميكانيكية اللي هي ميكانيك اتكلار. ميكانيك اتكلار ديريداكي اتكلار، يعني تأثيرات على الجلد. اسكاردو كسو اوزرينداكي اتكلار ري، يعني تأثيرات على أنسجة الاسكار. يعني الاسكار ده يا جماعة تلاقي ما حد يعمل عملية، تلاقي الست مثلا وليكن بعد ما تكون حامل تعمل عملية جراحية مثلا قيصري ولا حاجة، تلاقي بيبيض يترك ندبات محل خياطة اللي بعد العملية، يبقى في ندبات على الجلد. فنقدر نقول إن المساج أيضا له دور فعال جدا، كتأثير فعال جدا في الندبات بتاعت الجلد. اتش اورجان لاردكي ميكانيك اتكلار، يعني تأثيرات ميكانيكية على أعضاء الجسم الداخلية، يعني كمان أعضاء الجسم الداخلية والجلد والندبات والحاجة طبعا اللي هو في لب تخصصنا، أو يعني اللي بنشوفها أكتر في العيادة، اللي هي طبعا حالات ال نقدر نقول اللي هي حالات إيه يا جماعة، ركزوا معايا كده، حالات السمنة أوبيزيتي وزرندكي اتكلاري، يعني تأثيرات على السمنة. تعالوا نخش على التأثيرات الفيزيولوجية، فيزيولوجيك اتكلار. التأثيرات الفيزيولوجية نقدر نقول ميتابوليزما وزرندكي اتكلار، يعني تأثيرات على الأيض والتمثيل الغذائي. وطبعا فالناس برضو اللي عايزة، فالناس اللي بتتكلم على تمثيل الأيض والتمثيل الغذائي، والناس اللي سواء كانت عايزة تخس أو تنزل في الوزن، أو فالتمثيل والأيض ما بتاعنا بيبقى كويس، يبقى في دفع قوي جدا إن احنا ننزل في الوزن. فنقدر نقول إن أيضا التدليك له دور فعال في هذا الأمر، ميتابوليزما وزنندكي اتكلار. كل الكلام اللي احنا بنقوله لمصادر علمية، وأنا جايبه من لوب جامعة، حتى أنا بقرأه من 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 كتب دراسية في الجامعات التركية هنا ومن الجامعات الشهيرة هنا يعني. فما بديكم مثلا وليكن معلومه معينه هي لها مصدر، وانا لو اي حد عايز المصدر يا جماعه احوله له PDF طبعا بعد ما استاذن صاحبه، يعني عشان يعني انا مش بألف علم جديد، يعني انا بقول حاجه هي يعني موجوده ومعروفه يعني. ودكاتره العلاج الطبيعي، واحنا طبعا كباحثين في العلوم الطبيه الحيويه والعلاج الطبيعي في تركيا، يعني هذا الكلام له مصدر علمي وموثوق، ونستطيع ان نؤكد عليه بشكل قوي جدا، ولا احد يستطيع ان ينكره او يعني يعارضه يعني. فاحنا دلوقتي بنتكلم فيسيولوجيك اتكلار، يعني التاثيرات الفسيولوجيه. التاثيرات الفسيولوجيه يا جماعه اللي هي الفسيولوجيه اللي هي ايه؟ اللي هي ميتابوليزما اوزلاندك اتكلار، يعني تاثيرات على عمليات الايض والتمثيل الغذائي في الجسم. دولاشيم سيستمي اوزلاندكي اتكلار، يعني تاثيرات على الدوره الدمويه. قاس سكيلت سيستمي اوزرينداكي اتكلار، يعني التأثيرات على الجهاز العضلي الهيكلي. سينير سيستمي في كارديو فاسكولار سيستم اوزرينداكي اتكلار، يعني التأثيرات على الجهاز القلبي الوعائي والجهاز العصبي. بعد كده سولونوم سيستمي اوزرينداكي اتكلار، يعني تأثيرات على الجهاز التنفسي. رينار سيستم اوزرينداكي اتكلار، يعني تاثيرات على الجهاز البولي. بسكولوجيك اتكلار، يعني تاثيرات نفسيه.
ده كله يا جماعة يعني نقدر نقول إن التدليك يدخل في كل هذه الأمور. انتظرونا الحلقة الجاية، هنتكلم بقى معاكم عن التأثيرات الميكانيكية للتدليك. الحلقة الجاية يعني اللي بعد دي على طول هنتكلم فيها عن التأثيرات الميكانيكية للتدليك. شكرا ليكم، كان معاكم الدكتور أحمد عطية الدهشان، طبيب تغذية في تركيا وباحث في العلوم الطبية الحيوية والعلاج الطبيعي في تركيا. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلوا بالكم من نفسكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مع السلامة.